السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل، صنعاء توجه أكبر صفعة لمركزي عدن باستبدال العملة القديمة، وإلى التفاصيل. وسعت صنعاء اليوم الأحد مراكز استبدال العملة اليمنية القديمة على حدود التماس مع السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن في خطوة وصفت بالصفعة القوية لمركزي عدن. وبدأت السلطات اليمنية في صنعاء عملية استبدال العملة القديمة في مركزها الجديد في الراهدة على حدود محافظتي تعز ولحج. وأفادت مصادر مصرفية بإقبال كبير للمواطنين والتجار وشركات الصرافة على المركز، مشيرين إلى أن المركز شهد خلال الساعات الأولى من افتتاحه تهافت العديد من المواطنين من مناطق صيدرة التحالف لاستبدال العملة القديمة. ويعد مركز الراهدة هو الثاني الذي يتم افتتاحه من قبل صنعاء منذ إعلان البنك المركزي في عدن مهلة جديدة لتسليم العملة القديمة إلى البنوك في عدن دون مقابل. وسبق لصنعاء وأن افتتحت مركزا مماثلا في البيضاء، حيث يشهد هو الآخر إقبالا غير مسبوق لأبناء محافظات جنوبية وشرقية. ويتم استبدال الطبعة القديمة من العملة اليمنية بثلاثة أضعاف سعرها من العملة الجديدة، وهي خطوة قد تشل التصعيد الاقتصادي لمركز عدن ويعزز مركزي صنعاء وفق ما يراه خبراء بمزيد من الأموال من العملة القديمة والتي يحاول مركزي عدن سحبها. وتخوض صنعاء معركة اقتصادية جديدة مع دفع أمريكا بسلطتها في عدن للتصعيد اقتصاديا عبر استهداف العملة المحلية القديمة والتي تحتفظ بقيمتها السوقية مقارنة بالعملة الجديدة المنهارة والتي يتم تداولها في مناطق التحالف. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.